بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. طبعا من عدة أيام كان في خبر إقالة مفتي مصر وتعيين مفتي جديد. الخبر ده الحقيقة المفروض يعني فيه كثير من الكواليس، وهنتكلم حواليه إزاي القرار ده اتخذ وأبعاد هذا الكلام، تدخل الأزهر في الموضوع وكل هذا الكلام. فخلينا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عصام تلينا من علماء الأزهر الشريف. مرحبا بك دكتور. شيخ عصام حضرتك سامعني؟ أنا سامع. طيب شيخ عصام، طبعا يعني أكيد حضرتك متابع الموضوع، ويعني ده أهل مكة أضرب شعبها، يعني طبعا حضرتك مطلع بشكل كبير على اختيار الشخصيات إزاي بيتم، وأيضا من هو المفتي الجديد لأن المعلومات عنه قليلة، وكيف أو لماذا تم إقالة المفتي القديم. فلو تعرفنا دكتور عن هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. طبعا منصب المفتي، عشان نعرف بس خلفية معينة عشان نعرف إيه اللي حصل، فرق ما قبل الدكتور مرسي والثورة وما بعده. ما بعد الانقلاب كان أيام ما قبل ثورة يناير كان المفتي يعين باختيار السلطة وجوابات أمن الدولة، لكن الثورة جاءت بصيغة جديدة. ثورة يناير فرح أو تم تشكيل هيئة كبار العلماء في الأزهر، هي منوطة باختيار شخصيتين، مفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر القادم، وأنه يكون بالانتخاب من بين أعضائها وليس أو الانتخاب بوجه عام، يعني انتخب واحدة من أهل العلم حسب الشروط المناسبة. أول اختيار كان هو شوقي علام في عهد الدكتور مرسي، يعني ده دكتور يعني أول مفتي منتخب، يعني أول مفتي منتخب، أول وآخر أول وآخر أول منتخب يعني. وكان وقتها الاختيار كان دائر بين سعد الهلالي وآخرين، وكان في واحد هيجي هو يعني الأرجح أصواتا والأكثر، ولكنه رفض وأصر على الاعتذار بدون ذكر اسمه عشان ما نأذيش الرجل، مش عارفين هو معتقل ولا بر السجن، شخصية من أهل العلم المحترمين يعني، ورفض وقال لن أكون مفتيا ولا أريد ذلك، وكان عالم فقيه بمعنى الكلمة يعني. المهم أنه الشيخ الأزهر اقترح عليهم شوقي علام، دكتور شوقي علام أنه يختار كشيخ أزهر وصوتوا له. يعني ده كان اختيار شيخ الأزهر دكتور؟ عشان ما يجيش سعد الدين هلال نساعده، طبعا كان في الفترة دي طالع في حكاية أراءه الشاذة والفتاوى اللي عاملة مشاكل. ولما جه الانقلاب هو اللي اختار وزير الأوقاف برضه شيخ الأزهر، مختار جمعة. شيخ الأزهر هو اللي اختار مختار جمعة؟ نعم، والاثنين انقلبوا عليه، الاثنين يعني انقلبوا عليه، وكان أكثرهم إساءة مختار جمعة. يعني أمنجي بن حلال يعني مصفي، فيعني إيه جايبها من قعر الأمنجية يعني. فلذلك كان شوقي علام أهدأ قليلا، يعني الخلاف موجود لكن ليس بإيه، مش طافي على الصفح زي مختار جمعة. ثم من 4 سنين أول ما تم اختيار بايدن جديد، كان باقي كام شهر على انتهاء مدة شوقي علام. هي المدة أصلا كام سنة دكتور؟ لا، لحد المعاش. لحد المعاش اللي هو سن 60 يعني. سن 60 او قبل كده عادي يعني، ممكن يتمشى لانه هو منصب تابع لوزارة العدل. المهم طبعا في هذه الفترة السيسي غير القانون، ما بقاش حد بالانتخاب. كان قبل كده رؤساء الجامعات بالانتخاب، عمداء الكلية بالانتخاب، لغاها كله بقى بالتعيين، لم يبقى الا شيخ الازهر. وده خلاص بقى لما يبقى يخلصوا بالشيخ الطيب يشوف القصة اللي بعديها يعني. وباقي المفتي فكان غير القانون ان لا، مش بالانتخاب، ده انتوا تختاروا 3 والسيسي يختار واحد منهم. يعني هيئة كبار العلماء هترشح 3، يعني تحدد 3 اسماء، هو يختار واحد منهم. فبعت الشيخ احمد الطيب، بعتوا الاختيار 3 وما فيهمش شوقي علام. فالسيسي يعني عايز يجدد له، وبايدن جاي جديد مش عايز صدام مع مؤسسات الدولة عشان ميبقاش مش عارف وجهة بايدن ايه.
لسه بقى كم شهر على ما تيجي، كان بقى حوالي 4 شهور او 3 شهور على انتهاء وصول شوقي علام للمعاش. السياسي فضل من ماين المده دي لحد لما جت المده، ولا السياسه الامريكيه ما فيهاش فيها اي ازمه معاه والاداره، فغير الكلام ده وجدد لشوقي علام بالمخالفه للايه؟ للقانون. سنه في سنه ثم سنتين، ثم ترك الامر ان يحق له يجدد له مدى الحياه لو هو عايز. يعني عمل تعديل يعني في القانون ولا ايه؟ عمل تعديل. ده امر سيادي للرئاسه، حتى لو عايز المفتي ده مدى الحياه هو حر. هو اللي يختار. طيب فوجئنا طبعا في الفتره الاخيره في التغيير الوزاري الجديد، غير مختار جمعه باسامه الازهري. واسامه الازهري مش على خلاف مع شيخ الازهر كتير، يعني رجل السلطه والسيسي وغيره، لكن في النهايه في نفس التوجه الصوفي، ويعني يقدر شيخ الازهر الى حد ما. فده تعتبر درجه من التهدئه. اثنين، لقينا طبعا اتشال شوقي علام وجه نظير عياد مع حفظ القبيل الجامعي طبعا، بناء على اختيار شيخ الازهر هو اللي اختاره. رغم اني دكتور نظير مش خريج شريعه، مش تخصص فتوى، مش قسم الفقه يعني، لا قسم العقيده والفلسفه زي الدكتور احمد الطيب. ودي مش اول سابقه بالمناسبه في الافتاء. السابقه التي من قبل كان عندنا الشيخ سيد طنطاوي، تخصصه تفسير مش فقه، وجاب مفتي. والشيخ احمد الطيب تخصصه عقيده وفلسفه، برضه بقى مفتي. دي تالت حاله، وهي دكتور نظير عياد اني يتولى منصب الافتاء وليس خريجا من خريجي كليات الشريعه. ده كان باقتراح شيخ الازهر. هل السيسي بيهدي مع المؤسسه الدينيه بهذا الشكل؟ لا احد يستطيع ان يتكهن بالامر، لان السيسي من نوع العنيد، الدكتاتوريات العنيده، ما هوش الدكتاتوريات اللي بتميل في حاجات ومتعافي بالاونطه على الشعب، انما مش متعافي بره، لا في اثيوبيا ولا في الكيان الصهيوني ولا في غيره، بيتعافى على المدنيين والشعب يعني. انا نفهم ما القصه، ما العباره، المساله مش واضحه ولا مفهومه، ايه الاسباب المنطقيه او العقليه اللي وراء هذا الاختيار. طبعا دكتور نظير عياد الناس لما طرح اسمه الناس سابت المنصب والمهمه، مسكوا في الاسم، مسكوا في الاسم، لان زي اسم المدني لطبع شنود. ايوه، وطبع شنود اسمه العلماني والمدني ونظير جيد. ايوه، هو طبعا الدكتور نظير عياد لانه وحيد ابوي ورزق به على كبر، على كبر في السن، فسموه نظير لانه اصلا هو نظير مع محمد النظير عياد، يعني اسم جده يعني، جده يعني اسم جده النظير يعني. ثم على امل ان يبقى فيه يعني له نظير، يعني يبقى له اخ، ان بعد كما قالت ام نرزق بعد 23 سنه. طبعا معلومة أنا أعرفها من أصدقاء له في الدراسة قبل كلام والدته يعني. لكن طبعا الاسم له أسباب يعني، وليست ذات مشكلة يعني. مسألة إن هو مش تخصص فتوى، طبعا ما بنهونش من هذه المسألة، الأصل يكون شريعة أفضل. لكن رأينا بعض ناس يعني الشيخ أحمد الطيب، ظن البعض إن هو ملوش رصيد من الفتاوى، واكتشفنا إن هو من سنة نشر له كتاب اسمه من الدفاتير القديمة. الكتاب ده عندي يعني، اظن لو ورايا يعني، لو ما يجيب اجيبه يعني. ده كتاب نشر من سنة، هو الشيخ احمد في الجزء الاول بس حوالي 50 صفحة بيتكلم عن، لا مش 50 صفحة كمان يعني، اقل يعني، عن سيرته الذاتيه حوالي 30 40 صفحه، وبقيه الكتاب اللي بيبلغ 400 صفحه فتاوى قديمه للشيخ احمد الطيب كان بيجاوب عليها قبل ما يبقى مفتي، وهو عميد كليه في جريده الاهرام وبعض الجرايد المصريه يعني. فاكتشفنا ان الراجل له رصيد، والازهار بطبيعته القديم تكوينه الفقهي واللي فيه شيء من التكامل شويه او الشمول كبير موجود يعني، فهو درس المذهب المالكي دراسه متعمقه وبعض المذاهب الاخرى يعني، فيقدر في الاسئله البسيطه اللي بتتجاوب المشاريع اللي محتاجه اجتهاد
فقهي كبير، وبعدين يبقى حواليه مستشارين يعني. ودار الإفتاء الآن للأمانة يعني أصبحت ذات مؤسسية كبيرة، عمل مؤسسي، والفضل بعد الله عز وجل في ذلك يعود للأمانة والإنصاف للشيخ علي جمعة. يعني علي جمعة مؤسسية بمعنى يا دكتور؟ يعني بمعنى مثلا إصدارات دايمة وكده؟ لا مش بمعنى أن في فريق شغال أمناء فتوى وفريق شغال وعدد وبقت المسؤولة. وده الأصل في دار الإفتاء من قبل أصلا، دار الإفتاء من زمان في أمناء الفتوى اللي هو مفتي المحافظات، دول من زمان موجودة، لكن اتلغت في أيام شوية من الملكية كده في أواخرها وأيام عبد الناصر وحكم العسكر، ما بقاش موجود الكلام ده. فهو اللي بدأ يعيد للدار الإفتاء شيء من المؤسسية شوية كان الشيخ جاد الحق الله يرحمه، لما بدأ ينشر الفتاوى يبقى في رصيد مكتوب. ثم علي جمعة لا، بدأ يجيب شباب وشغل ناس وباحثين وتدريبات ودورات تدريبية، وبقى في موقع وشغل، لا بقى في عمل مؤسسي. الحقيقة الفضل يعود إليه في هذه المسألة، لابد من نسبة الفضل لأهله وصاحبه. وبالتالي معظم حتى اللي الآن موجودين معظمهم من تلامذة علي جمعة أو من الجيل اللي هو وضعه وأسسه يعني دربه في دار الفتوى، ثم مع ذلك أصبح نظام وسيستم في الدار موجود، فأصبحت الدار أقرب للعمل المؤسسي. فالمفتي النهارده يبقى مجرد مهام إدارية، لكن طبعا لا يغني عن أن يكون المفتي صاحب رأي وأراء وقرارات ودنيا في قضايا فقهية كان بها أولى حد يكون شريعة. لكن لعل طبعا الناس فرحة في أن تغير شوقي علام، مش مخلوهم مركزين في حكاية تخصص المفتي الجديد ده يعني.